السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير كرواسون بحشوة مالحة بحشوة البيتزا، جد لذيذة، أتمنى أن تجربوها. وهي كذلك سهلة وتعطينا كمية كثيرة، ستعطينا 24 وحدة من الكرواسون. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وأترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، سنحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق، ملعقة كبيرة من السكر، القليل من الملح، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات البيكنج باودر، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، يمكن تعويضها بخميرة الخبز حبيبات، 3 ملاعق كبار من الياغورت الطبيعي بدون سكر أي الزبادي، 3 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم الماء الدافئ لجمع العجين. نمر لطريقة التحضير. أول خطوة، بسم الله، نضع ملعقة كبيرة من الخميرة، خميرة الخبز، والخميرة تبقى حسب درجة حرارة الجو. إذا كان الجو حار فسننقص من كمية الخميرة، وإذا كان بارد فسنضيف كمية أكثر. ثم نضيف الماء الدافئ، بسم الله، نقوم بإذابة الخميرة مع السكر ونتركه جانبا. الآن نأخذ خميرة الحلويات نضيفها إلى الدقيق، الدقيق يجب أن يكون منخول، ثم الملح. الآن نأخذ خميرة الحلويات نضيفها إلى الدقيق، الدقيق يجب أن يكون منخول، ثم الملح، ونخلط النواشف مع بعض. ثم الآن سأضيف الزيت والياغورت الطبيعي أو الزبادي. بسم الله، الآن نبدأ بالعجن، نبدأ بإضافة الماء شيئا فشيئا. بسم الله، ثم نضيف الخميرة مع السكر، ونستمر بإضافة الماء إلى أن تتكون لدينا عجينة متماسكة. بعد أن تكونت لدينا عجينة متماسكة، نأخذ العجينة هكذا، ثم نقوم بدلكها هذا الشكل، يجب أن تدلك جيدا. الآن نترك العجين ليرتاح تقريبا 15 دقيقة. كحشوة، هنا سأقوم باستعمال حشوة البيتزا. هنا أخذت طماطم مطهوة مع القليل من الزيت والملح والفلفل الأسود وكذلك الزعتر، نفس الشيء للفلفل وكذلك البصل، كذلك مطهو مع القليل من الزيت الفلفل الأسود والملح والزعتر. ثم لدينا زيتون أسود، علبة من الطونة الطون، ثم كمية من الجبن المفروم. نمر لطريقة التحضير. الآن بعد أن تضاعف حجم العجين، نقوم بقسم العجينة إلى 3 أقسام. نأخذ الآن كرية من الكرات الثلاث، ثم نقوم ببسط الكرية بشكل دائري بهذا الشكل إلى أن تصبح لدينا دائرة. نقوم الآن بتقسيم العجينة. بسم الله، سأقوم بتقسيم العجينة إلى 8 أقسام. ثم نبدأ الآن بوضع الحشوة. بسم الله، أولا نقوم بوضع صلصة الطماطم، ثم في الطرف سنضع القليل من البصل، ثم القليل من الفلفل الأخضر، الثوم، الجبن المبشور، والزيتون الأسود كذا. بسم الله، نلف الكرواسون بهذا الشكل. إذن ها هو الشكل كما تلاحظون. سنقوم بعمل نفس الطريقة. نأخذ الآن مثلث آخر، نقوم بوضع صلصة الطماطم، البصل، الفلفل، التونة، الجبن، الزيتون الأسود. نلف الكرواسون بهذا الشكل هكذا لكي لا تخرج لنا الحشوة كما تلاحظون هنا هكذا. وها هو شكلها.
نقوم بعمل نفس الشيء إلى أن نكمل باقي العجينة. هنا قمت بوضع الكرواسون في صفيحة الفرن مفروشة بورق الزبدة والورق المشمع. الورق الزبدة يجب أن يكون من النوع الجيد، إذا لم يكن من النوع الجيد فستلتصق الكرواسون بالورق. وهنا أخذت بيضة مخفوقة، بيضة كاملة، ممكن أيضا استعمال أصفر بيضة فقط. ونبدأ بدهن الكرواسون. هنا تركت الكرواسون لترتاح قليلا قبل إدخالها الفرن. نقوم بدهنها بالبيض ثم ندخلها إلى الفرن إلى أن تطهى على درجة حرارة متوسطة. نقوم بإشعال الفرن من الأسفل إلى أن تطهى، ثم نقوم بإشعاله من الفوق لتتحمر. ها هو شكل الكرواسون بعد إخراجها من الفرن. كملاحظة فقط، قبل إشعال الفرن من الآلة قمت بدهن الكرواسون بأصفر البيض لكي تعطيني لون جميل رائع. إذا متابعينا الكرام، ها هو شكل الكرواسون النهائي، تعطينا 24 قطعة، وها هو شكلها من الداخل وطعمها جد لذيذ. أتمنى أن تجربوها، وأتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وكذلك عمل لايك للفيديو ولصفحتنا على الفيسبوك صفحة وصفة نت. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.